طيب يا فندم، يعني من هي جماعة أنصار بيت المقدس؟ يعني هو هناك مسميات كثيرة، جماعة أنصار بيت المقدس، جماعة أكناف بيت المقدس، جماعة التوحيد والجهاد، كل هذه تنظيمات أو مسميات لمجموعات تكفيرية إرهابية تنتمي إلى بعضها. أصلها جماعة التوحيد والجهاد الموجودة في سيناء، والتي قامت باستعراض لو تذكر في عام 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير، 600 شخص يلبسون الملابس السوداء استعرضوا في سيناء، وهذه المجموعات وجدت مناخا إيجابيا لصالحها، أن عقدت لجان أو هيئة شرعية تصدر أحكام وتحل القضايا، وحضرها بعض قيادات مكتب الإرشاد تبنت هذه الدولة، وأصبحت دولة بديل للدولة المصرية أو للهيبة الدولة، بدأت هيئة أخرى تفرض هيمنتها على المنطقة. هذه العناصر تضم عناصر ترتبط بما يسمى بجيش الإسلام داخل غزة، وهو ده يعني أنا بسميه أنه مقاول عمليات إرهابية، يعني يكلف، لأنه هو اللي خطف شاليط وسلمه الحماس. إذن عندما نقول أن جيش الإسلام لا يخضع لحماس يصبح كلام فارغ، لأنه هو اللي خطف شاليط والدولة ويتحرك تحت مظلتها وتحت حمايتها. وهناك حركة اسمها حركة جلجلة برضو داخل غزة لها ارتباطات بهذه المجموعات. إذن أرجو ألا تنظر إلى حركة، إلى تنظيم أنصار المقدس بأنها تنظيم قوي، هي مجموعات تنضم تحت التوحيد والجهاد، تنضم إلى دي، تنضم إلى الأخرى، لكن كلها جماعة واحدة تنسق مع بعضها وتعمل على هذا الأساس. وتصورت أنه أنصار بيت المقدس، يعني التي تسعى لسعادة بيت المقدس، يبدو أنهم أخطأوا العنوان واعتقدوا أن مدينة نصر أهم من بيت المقدس. تحدث ذلك فعلا الفندم. لكن يا فندم، يعني هل هذه الجماعات علاقة بتنظيم الأخوة؟ يعني أنا ليس لدي دليل على أنها لها صلة بتنظيم الإخوان صلة مباشرة، بل إنها بعض هذه التنظيمات. هل هناك شواهد مثلا؟ لا، ليس لدي هذه الأمور، لكن هذه التنظيمات كانت تكفر جماعة الإخوان والسلفيين المشاركين في الحكم، ولعلك تأخذها من تصريحات محمد الظواهري أو الرئيس الروحي بالنسبة لهذه التنظيمات، عندما يقول أن هذه أن الإخوان والسلفيين أو حزب الدول وافقوا على دولة ديمقراطية، يعني يكون الشعب مصدر سلطات، وهم يرون أن تفسير الضيق أن الحاكمية لله، يعني لا أستطيع أن أربط مباشرة بذلك، لكن كل التنظيمات المتطرفة خرجت من تحت عباءة الإخوان المسلمين من البداية. يعني تنظيم التكفير والهجرة بتاع شكري مصطفى خرج من مجموعة إخوانية كانت في السجن، وخرج هو أكثر تطرفاً. هناك اتهامات بأن مكتب الإرشاد الآن القيادات اللي فيه تنتمي إلى فكر شكري مصطفى أصلاً، وكان أكثر الزعماء تأثيراً أو أكثر القيادات تأثيراً في هذا الوقت. هذه كلها قراءات، لكن التي لدينا دليل مباشر أنا لا أتفق بهذا الشكل. طيب إيه يا فندم، يعني ما هي حقيقة يعني البيانات المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تفيد تبني جماعة أنصار بيت المقدس بعد العمليات الإرهابية المؤخرة؟ ما هو من الطبيعي جدا أن تتهم الهزيل، نحن يمارس في مصر داخلية مصر حاجة اسمها الإرهاب العشوائي، اللي هو ممكن يكون شخص يحمل على موتوسيكل، واحد يرمي قنبلة من فوق كوبري، ده اسمه أمن إرهاب عشوائي لا تستطيع أي دولة في العالم أن تواجهه. آخرها الموقف في البحرية، موقع البحرية الأمريكية، شخص قتل 13 فردا في ظل الإجراءات الأمنية الأمريكية الصارمة. هذا اسمه أمن عشوائي، ممكن أن يحدث في كل مكان. أما أن تزعم جماعة أنها قامت به، كان من المفروض أن يبدو، يعني محاولة اغتيال السيد وزير الداخلية لم تعلن عنها أنصار بيت المقدس إلا بعد 3 أيام بعدما تأكدت أن أحدا لم يعلن مسؤوليته، فتحدثت هي عن المسؤولية، وسبق هذا الأمر قائم أن تنتسب لها. وهذا ما يحدث في سوريا الآن، يعني تقوم عمليات تحقق عمليات عسكرية كبيرة ضد النظام، عدد من الفصائل تصدر بيانات أنها هي التي قامت، وربما تكون غيرها بالضبط. تحليلك يا فندم من المبادرة الأمريكية الروسية بخصوص الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويا ريت يكون باستفادة. يعني هو المبادرة تعكس إيه؟ عودة روسيا إلى الإقليم، لأن روسيا هي المحرك الأساسي للعملية. الموقف قبل المبادرة كان الرئيس أوباما اتجه إلى الكونجرس يريد منه، تردد في اتخاذ الضربة، المجلس العموم البريطاني رفض الموافقة عليها، فرنسا ترددت، فبدأ الموقف الأوروبي مرتبكا. انتهزت روسيا هذه الفرصة وقدمت خدمة لأوباما،
يستطيع أن يتعامل بها مع الشعب الأمريكي ومع الشعب الأوروبي. هدفنا هو معاقبة نظام استخدم الكمام. تمام. أخذنا منه كل سلاح الكمام. تمام. فعاقبنا على هذا وجردناه. العملية في مجملها والمبادرة أعطت حياة، يعني أعطت قبلة الحياة للنظام، نظام مستمر. المبادرة تتحدث عن أن يتعهد النظام بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار السلاح الكيماوي وقد وقع عليها. النقطة الثانية أن يحدد مواقع هذا السلاح، ووزير الخارجية يصر على ضرورة تحديد هذه المواقع بدقة. هم لديهم حصر بهذه المواقع، وإسرائيل لديها حصر، وكانت تراقب بدقة على تحرك أي مخزون من مكان إلى آخر. لكن المطلوب أنه يقدم النظام العملية، عملية إزالة السلاح وأخذه لتدميره في الخارج حسب المبادرة تأخذ منتصف العام القادم. منتصف العام القادم هو الموعد الذي حدده بشار الأسد منذ بداية الثورة لاستكمال مدة رئاسته، وبالتالي سيستكمل مدة رئاسته على هذا النحو. المبادرة تعني أن روسيا طرف فاعل، الرابح الأكبر من هذه المبادرة هو إسرائيل، لأن قد قضيتها السلاح الكيماوي الذي يمكن أن يهددها، لأن المساحة ما بين دمشق والحدود الإسرائيلية 40 كيلو توصل، يعني 100 كيلو توصل إلى عمق إسرائيل. وإذا كان إسرائيل لديها سلاح النووي فكان هذا هو السلاح المسمى سلاح الفقراء لضرب إسرائيل. إزالة هذا السلاح يعني إزالة الخطر الاستراتيجي الأساسي على إسرائيل، فالرابح الأول هو إسرائيل. القضية أخرى أنه هذه المعالجة للأزمة، التلويح بالضربة العسكرية لسحب السلاح الدمار الشامل الموجود، يمكن أن تكون نظرية تطبق فيما يتعلق بإيران، وإسرائيل تطالب بذلك الآن، أن يجمع المجتمع الدولي ويأخذ إجراءات لضربة إيرانية يكون البديل لها أن نوقف التخصيب اليورانيوم عند حد مأمون، فتلتزم إيران بذلك ويمنع برنامج النووي الإيراني. أصبحت التجربة قابلة للتحقيق، لكن المبادرة لا تتضمن وقف العمليات العسكرية في سوريا. سوف يستمر النزيف، لأن استمرار الحرب من مصلحة أمريكا وإسرائيل والغرب. تمام. لأنه يتم استنزاف الجيش السوري. نعم. ويتم استنزاف التنظيمات التكفيرية الجهادية الموجودة. نعم. ويتم استنزاف مجموعات حزب الله التي تورطت. نعم. وكل هذه تحقق مكاسب بصورة أساسية للأطراف الغربية وأمريكا. السؤال الأخير يا فندم، يعني كيف ترى، يعني كيف تسير الآن العلاقات المصرية الإيرانية في ظل تحسن العلاقات يعني المصرية مع دول الخليج؟ يعني العلاقات المصرية الإيرانية لم تشهد أي تحسن رغم المحاولات التي جرت خلال النظام السابق، وسقوط نظام الإخوان المسلمين رغم أنه نظاما سنيا لا يتفق مع النظام الشيعي في إيران، إلا أنه سبب أزمة لإيران. فإيران كانت تراهن على أن يكون النظم الدينية الموجودة هنا أو نظم التيار الإسلامي السياسي يمكن أن تمثل كتلة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها وجدت أن سقوط النظام رغم أنه لم يقدم شيء بالنسبة لها، لكن كان على الأقل على عداء مع دول الخليج، وكانت هي سعيدة بذلك. سقوط النظام وتحسن العلاقات المصرية الخليجية لم يأتي على هوى إيران ولا توافق عليه، وبالتالي لا أتصور أن تحدث انفراجة في العلاقات المصرية الإيرانية في ظل الظروف الحالية، إلا إذا كانت هناك مبادرات إيرانية تجاه الخليج كانت أكثر إيجابية. نعم. فيمكن السير على، وبالتالي فالعلاقات المصرية الإيرانية يجب أن يتم التعامل معها بحذر شديد حتى لا تؤثر على الحلفاء الأقوياء بالنسبة لمصر، فقد عادت مصر إلى محور مصر السعودية المدعوم من الخليج. أنا بشكر حضرتك يا فندم.